بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي متابعين القناة اليوم شوف هذا البيت كملته طبعا هو نص بيت يعني طابق واحد وإن شاء الله يريد يكمل الطابق الثاني هم يكمل هي فحبيت أصور شغلي خليني نقول شوف هسه طبعا هذا البيت يعني مركب بين البلوك وطابق مسوي فهنا عندكم النقاط الرئيسية اللي تجي هاي غرفة نوم تعتبر وهذا هنا بلاك سويتش عادي زائداً بلاك سويتش فقط وطنيه يعني حتى اذا تكييف سبلت تقدر يشتغل عليه هنا اكو بلاك سويتش هذا الترك هذا الترك هنا بلاك سويتشات اثنين زائدا هنا اكو مصباح منا تشغيل المصباح بلاك سويتش هنا بلك بلاك سويتش وهذا بلاك سويتشات اثنين وهذا بدك هذا حسب طلب صاحب البيت يعني يريد نقاط هوايه هنا أنا اكو جلوب مصباح يعني وهنا فوق الباب اكو مصباح وهنا يعني ثلاثه ثلاث مصابيح موجود بغرفة وزاد هاي البنكه نجي هنا هذا الطابق الثاني هو بعده ما كامل شوف هسه ما شوف ما كامل بس حطيت له هنا حضرت توصيل الرئيسي جوا الدرج صار توصيل الرئيسي لان البيت هو ترتيبه هيك هنا أنا راح يصير السيركت هذا يتشمع بعدين بعد العمل هم اشوفكم اياه هنا أنا اكو بلاك سويتش واناره للتواليت هنا مسوي هو تواليت يعني ما اعرف شلون التصميم هو يطلع من الترك للتواليت هنا تواليت المهم هنا السخان هذه النقطه مالت السخان هذا هو المطبخ المطبخ هنا اكو نقطه هذه للاوفن وهذني البنكة والإنارة وبلاك سويتش هنا أنا مكان الجرس صار بالممر وأكو أيضا مصباح هنا أنا مصباح وهنا أكو مصباح هذا الحمام الإنارة مالته منه وأكو بلاك سويتش داخل الحمام وهاي الإنارة هسه راح اتحرك على الصالة شوفوا التأسيس كله يعني لي جوا شوفوا الترتيب ناصي ما ياثر هاي الصاله هاي الصاله هنا اكو هذا مصباح هنا هنا بلاك سويتشات هذا بلاك سويتشات هنا في المكان وهنا اكو جلوب وهنا جلوب يعني جلوبين هنا بهالصفحه جلوب هنا بالنص وهذا ايضا جلوب يعني نقول احنا مصباح بالفصيحي يعني بالفصحى العفو شوف الضمان شوف هو بلوك قلت لكم بين البلوك والطابوق يعني انا اعطيك ضمان مني اسس لك البيت اي مكان تريد تدق بسمار تريد تدق يعني تسوي تشوي او كذا ما ياثر ما يضرب ما تضرب عندك الكهرباء نهائيا هاي البردات شوف وصله اي شيء من البردات ماكو اي شيء من البردات ماكو ما عدا يم الباب الرئيسيه هذه مالت الصاله شبر واحد خط صاعد فوق مالت البنك فقط هذا شبر واحد ما ياثر يعني اللي يريد يجي يحسب المستقبل يحسب له 10 سم 15 سم انه اكو هنا واير اذا يريد يسوي فشيه من الباب هنا يعني ولو هاي ما يحتاج هذه جام مظلل وهذا عادي براحته يقدر يحط مالت البردات نجي على الخارج هنا اكو بلك سويتش للموتور ايضا جاي من هنا طبعا مالت السبلت العفو بالصاله هاي مالت السبلت بهالمكان صارت وهنا اكو عندك بلاك سويتش وهنا اكو جلوبات اثنين هذا واحد وهذا اثنين وهذا راح يصير السيركت الرئيسي يعني البورد اقصد البورد الرئيسي هنا راح يصير بعد التشميع ان شاء الله وهذا هو مكان بلاك سويتش زائدا رابط الجرس راح يصير من هنا, هنا. وهذه نقطة الجرس هذا هو البيت كامل بس يكملون الطابق الثاني ان شاء الله هم ابلش بيه واعتيادي بعد ما يخلص العمل هم اشوفكم اياه، اشوفكم شغلي، هذا التواليت الخارجي شوف هناك بلاك سويتش وهذا الجلوب وهذا للساحبه. فان شاء الله كل ما لكم شغله اشوفكم اياها. التاسيس سيمز درجه اولى والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. للتواصل معنا على الواتساب. 0090 536 221 27 40 حسابنا على التيك توك. اندرسكور 75 حسابنا على انستغرام. الا 75 اندرسكور 75 اهلا وسهلا بكم مع تحياتنا للجميع.